حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا الليث عن ابن ابي مليكه عن المسور بن مخرمه رضي الله عنهما انه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبيه ولم يعط مخرمه منها شيئا فقال مخرمه يا بني انطلق بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه فقال ادخل فادعه لي قال فدعوته له فخرج اليه وعليه قباء منها فقال خبانا هذا لك قال فنظر اليه فقال رضي مخرمه